النادي الأهلي طبعا كان في مباراته الأخيرة أثير جدل كبير جدا مهم جدا نوثقه أيضا في اللحظات دي، يتعلق بالتوقيت بدل الضايع للمباراة. طبعا القصة يا جماعة ال6 دقائق وتوقيت المباراة نفسها، وكأن القصة تتعلق بال6 دقائق فقط، لا الأمر كان أكبر من كده. الوقت بدل الضايع نفسه محتاجين نتكلم فيه، القصة نفسها محتاجين إن تحول الأمور في النادي الأهلي، وكأن النادي الأهلي فاز فوز غير مشروع، والأمر غير حقيقي بالمرة. النادي الأهلي حقق فوز مشروع، حقق فوز في الدقائق اللي هي كانت من حقه داخل المباراة، بل بالعكس كتير جدا يا أسامة الأهلي بيكون له وقت بدل ضايع ما بياخدش حقه فيه، وبيكون يستحق وقت بدل ضايع اكتر. ويمكن احنا اول ناس يا جماعه ناقشنا هنا الحلقه اللي فاتت ازاي احنا بنطالب بتطبيق فكره وقت المحتسب الفعلي والزمن الفعلي للمباراه، اللي شفنا ان الاتحاد السعودي قال هيطبقها ايمانا مننا بفكره ان النادي الاهلي يظل هو لو ده اتطبق هيكون اكتر نادي مستفيد، لانه اكتر نادي بيتم اهدار الوقت ضده. بالتأكيد يا فارس، يعني لو حابين حتى نستعرض فكره الوقت بدل الضايع ونستعرض الصور على طول عشان نوضح ان القصه اساسا يعني كانت اكتر من 6 دقائق، والحكم هو اللي منح 6 دقائق. ده طبعا يعني فريق الاعداد اشتغل على التوقفات اللي حصلت خلال الشوط الثاني تحديدا. هتلاقوا حضراتكم اول توقف كان في الدقيقه 50 استغرق 35 ثانيه، ثاني توقف في الدقيقه او يعني أول توقف كان في الدقيقة 47 استغرق 28 ثانية، وهم عاملينها من الشمال لليمين. والتوقف اللي بعده في الدقيقة 48 استغرق دقيقة و14 ثانية، ثم 35 ثانية في الدقيقة 50، ثم في الدقيقة 53 دقيقة و58 ثانية، ثم يعني دقيقة و33 ثانية في الدقيقة 64 حتى 65 58 ثانية، ثم 49 ثانية، ثم دقيقة وثانيتين، ثم دقيقة و14 ثانية، ثم دقيقة وثانية في الدقيقة 84 حتى 85. ده خلال الشوط الثاني، يا إما تغييرات يا إما إصابات اللي هي بتتسق تماما مع بروتوكول كأس العالم اللي كان متبع. يعني ده مش كرة أوت أو كرة ركنية، لا ده تغييرات وإصابات وصلت لما يتخطى ال10 دقائق، وبالتالي كان حكم المباراة من وجهة نظرنا غير موفق إن هو يحتسب 6 دقائق فقط لغير وقت بدل ضايع. لكن حتى لما احتسب 6 دقائق وقت بدل ضايع كان عندنا ايضا وقت ضايع داخل ال6 دقائق كان يسمح اننا نكمل بعد ال6 دقائق. لو في صوره برضه نستعرضها، ده بقى يا اسامه زي ما انت قلت داخل ال6 دقائق نفسهم. طبعا اسامه استعرض معاكم ما قبل ال6 دقائق اللي هو داخل زمن المباراه، اللي استنتجنا منه ان لا الاهلي كان يستحق اصلا اكتر من ال6 دقائق، فبالتالي حتى لو ال6 دقائق نفسهم ما كانش داخلهم وقت بدل ضايع فكان بالتالي النادي الاهلي له حقيه، ولكن داخل ال6 دقائق اصلا النادي الاهلي كان له وقت مستحق اكتر من ال6 دقائق نفسهم. من الدقيقه 93 و5 ثواني للدقيقه 93 و40 ثانيه 35 ثانيه كاملين اللعب توقف فيهم، ومن الدقيقة 94 56 وطبعا شفنا انذار الحارس لانه هو بيضيع وقت، ده اصلا يستدعي ان فكرة الوقت بدل ضايع كان فيه اضاعة وقت بدليل ان الحارس تم اتخاذ اجراء عقابي ضده. ومن الدقيقة 94 56 للدقيقة 95 26 30 ثانية، وعندنا ايضا من الدقيقة 92 26 للدقيقة 92 49 ما يقرب من دقيقتين حوالي، كل ده وقت بدل ضايع داخل ال6 دقائق. فبالتالي انت اصلا لو بصيت لقبل ال6 دقائق يعني داخل المباراه النادي الاهلي كان يستحق اكتر من ال6 دقائق، لو بصيت في ال6 دقائق نفسهم لا النادي الاهلي جوه ال6 دقائق تم اضاعه وقت بدل ضايع وتم انذار الحارس. فبالتالي الموضوع يا جماعه مش محتاج ان احنا نشوف المحاكمات دي والوقوف بالثانية في أمر أصلا قصة عامل الزمن رادد عليه وعامل الوقت بالساعة وبالحسابات كل حاجة مردود عليها، ولكن بنشوف حاجات يا جماعة قدام عين كل الناس وأكثر بقى فداحة وما فيهاش مجال لوجهات النظر وما فيهاش مجال إن أنت تعرف ترد عليها زي ما بنعمل، وما بنشوفش حد بيتكلم وما بنشوفش حد بيقول إن في فرق بتاخد حاجة مش من حقها، وما بنشوفش حد حتى بيقول إن النادي الأهلي مظلوم. وده الغريب، يمكن كمان لقطة وصورة غريبة جدا جدا من حكم الفار، أنا للأمانة مش فاهم هو عايز إيه. يعني لما هدف محمد شريف اللي ليس له علاقة بقانون التسلل، اللاعب لاعب الكوره من وهو قريب من الخط بيلعبها لجوه
وبتلاقي الحكم بتاع الفار بيعرض لنا صورة، لو الصورة نقدر نعرضها، بيعرض لنا صورة أنا مش قادر أفهم إيه فلسفة إنك تشوف الصورة دي على الهواء، أو إن أنت تشوف الصورة دي مباشر. يعني أنت عايز تقول إيه؟ عايز تقول التسلل المغطي؟ طب هو القصة ما فيهاش شك، والقصة لعبة ليست حمالة أوجه أو تحتمل إن إحنا نقدر نتكلم فيها، القصة هدف واضح وصريح. أنت يا ريت حكام الفار اللي كانوا في كتير جدا من الأوقات بيتم ان هم ياخدوا قرارات غلط ضد النادي الاهلي، يا ريت كانوا يكونوا بالكفاءه وبالوعي وبالرغبه في عرض الحالات زي ما احنا شفنا في الحاله دي، لان للاسف تقريبا ما بنشوفش ده غير في حالات تخص النادي الاهلي، وحالات بيتم حتى زرع الشك فيها في الناس اللي بتتفرج وهي ما فيهاش حاجه، وحالات بتكون مستحقه للنادي الاهلي بالله الناس بتتفرج. لا بص، هو بس عشان نكون واضحين نقطة، في بروتوكول الفار بيستعرضوا الصور دي، لكن المشكلة ان حكم اللي قاعد على تقنية الفيديو مش عارف التسلل لما تكون الكرة سابقة منين. انت المفترض تكون واخد الخط من الكرة، لان الكرة راجعة للملعب، لكن ما علينا.